لكن على أي حال أيضا هناك مجموعة من الأخبار المتعلقة أيضا بفيروس كورونا في لبنان. على سبيل المثال أعلنت نقابة أصحاب المطاعم اليوم إغلاق كافة المحلات بشكل مؤقت في إجراء وقائي ضد فيروس كورونا. يأتي هذا القرار فيما سجل لبنان ثاني حالة وفاة بسبب الفيروس، بينما وصل عدد المصابين بالعدوى إلى 61 شخصا. كان لبنان قد أغلق المدارس وأوقف عددا من الأنشطة الأخرى في إجراء وقائي للحد من انتشار فيروس كورونا. في تركيا أيضا اتهم برلماني تركي معارض نظام إردوغان بعدم اتخاذ التدابير اللازمة ضد فيروس كورونا الذي انتشر بشكل سريع في العالم كله، محذرا من انتشاره بالسجون. يقول البرلماني عن حزب الشعوب الديمقراطي المعارض عمر فاروق أوغلو اليوم أنه في حالة عدم اتخاذ أي احتياطات لازمة ضد الفيروس فسوف ينتشر داخل السجون التركية مسببا حالات وفاة كثيرة. أيضا أشار النائب أو حذر من خطر انتشار الفيروس إذا لم يتم اتخاذ احتياطات لازمة أكبر، خاصة في مناطق بها تجمعات مثل السجون البعيدة، كل البعد عن النظافة والأوضاع الصحية السيئة للسجناء بسبب عدم تغذيتهم بشكل عام. إلى النمسا، فقد ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا إلى 211 حالة، فيما شفي 4 حالات في فيينا وتيرول. وقال بيتر هاكر مستشار حاكم فيينا للشؤون الصحية في تصريحات صحفية اليوم إن النمسا تكافح بقوة للسيطرة على انتشار الفيروس والتقليل من المخاطر الحالية. نتابع المزيد مع حضراتكم حول آخر الإحصائيات والمستجدات الخاصة بفيروس كورونا في هذا العرض.